حياكم الله أحبتي المشاهدين. من أهم المشاكل التي يعاني منها المواطن العراقي هو إيجاد سكن يحمي ويحمي عائلته، وإيجاد السكن اللائق هو من أهم واجبات الدولة تجاه مواطنيها. إذن بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا سنناقش موضوع السكن وارتفاع الأسعار بما يخص المنازل سواء شراء أو إيجار، وأيضا ما فائدة المجمعات السكنية، هل وجدت فعلا لحل مشكلة أزمة السكن أم لا؟ لأن احنا نعرف تفاصيل أنه ارتفاع أسعار هذه المجمعات كبير، ولا يستطيع الشخص الفقير أو من الطبقة المحدودة الشراء بهذه المجمعات، إذن ما فائدة وجودها؟ تفاصيل كثيرة سنتعرف عليها سويا، لكن قبل أن نخوض بهذه التفاصيل تعالوا معنا لمشاهدة التقرير وراجعين. يعاني العراق من أزمة حادة في السكن جراء ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، الأمر الذي أدى إلى إثقال كاهل المواطن، حيث ظلت مشكلة السكن هاجساً محبطاً للكثير من المواطنين، تفاقمت بطريقة سريعة جداً، حيث تتركز المشكلة بشكل كبير في العاصمة بغداد، بدءاً من رحلة البحث عن قطعة أرض سكنية، مروراً بمحاولة تشييدها في ظل محدودية الدخل، والوضع الاقتصادي وغلاء المعيشة، وانتهاء بمعضلة ارتفاع الإيجارات التي تمتص كل هذا الدخل. فالعراق يعاني من أزمة سكن خانقة، وهذا التضخم السكاني ساهم بزيادة الطلب على الوحدات السكنية. وفي ظل هذه الأزمات، المواطن يواجه التحديات طول هذه المدة بالتزايد طردياً مع النمو السكاني المتسارع، الأمر الذي دفع المواطنين باللجوء إلى العشوائيات والتجاوز في المناطق النائية وأطراف المحافظات، وهذا انعكس على الواقع الخدمي وتشويه جمالية المدن. من جهة أخرى، جددت الحكومة العراقية وعودها بالتخفيف من أزمة السكن المتفاقمة في البلاد، مؤكدة سعيها لتوفير سكن للأسر الفقيرة، حيث أطلقت الحكومة العراقية وعوداً قبل عدة أشهر ببناء مدن سكنية خارج مركز العاصمة بغداد. وفي خطوة تعد الأولى من نوعها منذ عقود، أعلنت الحكومة عن فرص استثمارية تخص 5 مدن سكنية جديدة في مسعى للحد من أزمة السكن المستفحلة بالبلاد منذ عقود. أزمة السكن في العراق هي أزمة قديمة حديثة، وهذه الأزمة موجودة على مر العقود، وتحديداً بعد عام 2003 شاهدنا أنه هناك استغلال لأراضي الدولة لدوائرها، المواطن استغل هذا الموضوع من أجل أنه يجد سكن لعائلته يحميهم من حر البرد، تفاصيل كثيرة، وأنه يأمن عيشة كريمة إلى ولعائلته، وشاهدنا أنه أصبح هناك استغلال بصورة كبيرة، وأيضاً استغلال الأراضي الزراعية، استغلال تفاصيل كثيرة من أجل حل هذه المشكلة. للعلم مشكلة أزمة السكن هي حديثاً أصبحت الأكبر بسبب النمو السكاني المتزايد، وأصبح عدد السكان في العراق أكثر من 42 مليون نسمة، إذن الموضوع يحتاج إلى وقفة حقيقية ووقفة جادة، لأن بعد 2003 أصبح هناك غياب للتخطيط الاقتصادي والهندسة الاقتصادية من أجل بناء اقتصاد يتماشى مع النمو السكاني، إذن أصبح هناك فقدان لهذه الآلية من أجل أنه إحنا نطور أو نحاول نحل هذه المشكلة بعد التجاوزات العديدة والكثيرة اللي أصبحت، وهنا المواطن هو مضطر أنه هو يتجاوز من أجل أنه هو يأمن مثل ما ذكرنا أنه يأمن سكن لعائلته. مشكلة الارتفاع بأسعار المنازل وإيجاراتها وتفاصيل كثيرة هذه ساعدت على تفاقم الأزمة أكثر فأكثر، وبالتالي إحنا شاهدنا يعني هناك إحصائية لوزارة التخطيط وحسب مختصون أيضاً أنه عدد السكان بيتزايد في العراق، وحسب الإحصائيات أنه بعد عام 2050 راح يصبح عدد سكان العراق أكثر من 80 مليون نسمة، إذن محتاجين تخطيط، محتاجين أنه يتم حل هذه المشكلة بأسرع وقت، لأن من واجب الدولة هي توفر سكن، ومن واجب الدولة أنه هي
الحكومية تأمن عيشة كريمة لمواطنيها. ومشكلة أزمة السكن وإيجاد سكن هو يعني أبسط حقوق الإنسان. الإنسان شي يريد، والمواطن شي يريد بأي دولة بالعالم؟ هو يريد سكن، يريد خدمات، يريد كهرباء، ماء، يعني هذين التفاصيل اللي الحياتية اللي يحتاجها كل مواطن وموفرتها كل دولة لمواطنيها. وإحنا شاهدنا على حسب يعني الحكومات المتعاقبة أنه ماكو أي تطوير بهذا الجانب، بالعكس بدأت الأسعار ترتفع يوم بعد يوم، وأصبحت هذه الأسعار هي لا تطاق وأصبح مبالغ بها بصورة كبيرة. راح نتعرف عليها طبعا سويا بحلقتنا اليوم، لكن قبل أن نتعرف ونخوض بتفاصيل الأسعار أريد نسأل سؤال. النمو السكاني متزايد، هل تستطيع الدولة العراقية أنه توفر خدمات لهذا النمو السكاني؟ موارد الدولة احنا نعرف كثيرة والعراق غني، هل تستطيع أن توفرها بعد ما أصبح هناك ضغط على الخدمات الكثيرة، سواء الكهرباء، المجاري، مياه الصرف الصحي، الماء، يعني البنى التحتية أصبحت هي محتاجة إلى تفاصيل كثيرة، هل تستطيع موارد الدولة تأمن هذا الموضوع أم لا؟ تفاصيل كثيرة نشاهدها من ضيفنا الكريم، نشوف الجو وراجعين. تحية طيبة. ابتداء أقول أنه العراق يشهد تزايدا سكانيا مضطردا بنسبة نمو سنوية تقدر ب 2.6، أي بمقدار مليون أو أكثر من مليون نسمة يزداد سكان العراق. وبالتالي مثل هذه الزيادة بالتأكيد تمثل عاملا ضاغطا على الواقع بكل تفاصيله، إن لم تكن هناك سياسات وإجراءات وخطط تستوعب هذه الزيادات وتحولها إلى محركات تنموية فاعلة. العراق حقيقة يتوافر على إمكانات ممتازة يعني اقتصادية وتنموية، إذا ما استثمرت بنحو صحيح وسليم بالتأكيد يعني ستكون كافية وتغطي احتياجات هذه الزيادات وهذه الأعداد السكانية. احنا اليوم نتحدث عن عدد السكان في العراق يعني تجاوزت 43 مليون نسمة بحسب تقديراتنا السنوية، ولكن الرقم الدقيق والفصل هو يعني من خلال التعداد العام للسكان الذي تستعد الوزارة لتنفيذه إن شاء الله خلال العام المقبل، قبل نهاية العام المقبل 2024 في شهر تشرين الثاني من العام المقبل. في هذا الإطار وهنا أتحدث عن السياسات، وزارة التخطيط حقق أطلقت في النصف الأول من هذه السنة 2023 الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية. هذه الوثيقة تضمنت 11 محورا، وهذه محاور 11 تغطي كل متطلبات حياة الإنسان من الولادة إلى الشيخوخة، وهي عبارة عن في كل محور هناك سياسات وأهداف وإجراءات. هذه المحاور تتحدث عن الصحة والصحة الإنجابية، محور أيضا محور عن التعليم والتعلم، محور أيضا عن تمكين وتشغيل الشباب، محور يتحدث عن السكن وتوفير السكن، محور يتحدث عن الخدمات الأخرى يعني نتحدث عن الماء والكهرباء وغيرها والطرق وإلى آخره، محور يتحدث عن مواجهة التغييرات المناخية. تعلمون أنه اليوم العالم والعراق تحديدا يواجه ظروفا مناخية استثنائية، نتيجة هذه الظروف المناخية والتغييرات المناخية ترتبط بالغذاء وترتبط بالماء وترتبط بمفاصل حياتية أخرى، بالطاقة النظيفة والمتجددة. أيضا هناك محور خاص لهذا الجانب فيما يتعلق بالتغييرات المناخية. أيضا هناك محور يرتبط بدعم وتمكين الفئات الهشة في المجتمع، الأطفال، كبار السن، وأيضا المعاقين. وهناك محور يتحدث عن الهجرة الداخلية والخارجية والنزوح وغيرها، ووضع السياسات التي ممكن أن تعالج هذه الإشكالية، إشكالية الهجرة. محور يتحدث عن السكن أيضا عموما، ومحور يتحدث عن الشراكات والتعريف والتثقيف بهذه السياسات. هذه المحاور ضمن الوثيقة الوطنية للسياسة السكانية تترجم كما ذكرت إلى سياسات وإجراءات وخطط، ونحن الآن حقيقة في وزارة التخطيط نعمل على إعداد خطة التنمية الخمسية لخمس سنوات مقبلة،
ترافقها أيضا خطة أو استراتيجية مكافحة الفقر أيضا ل5 سنوات مقبلة. بالإضافة إلى ذلك أيضا العمل يجري على ترجمة أولويات البرنامج الحكومي في ما يتعلق بهذه الجوانب، الخدمات وتوفير متطلبات العيش للسكان في مختلف المجالات. هذه الخطط وهذه السياسات بالتأكيد هناك العديد من الجهات التي تطلع بتنفيذها بكل حسب اختصاصها، وزارات، جهات غير مرتبطة بالوزارة، حكومات محلية في المحافظات، حتى القطاع الخاص أيضا، منظمات المجتمع المدني، والإعلام هو الآخر أيضا شريك، بالإضافة إلى شراكاتنا مع المنظمات الدولية تحت لواء الأمم المتحدة، أيضا شركاء معنا في الخبرة، في الاستشارة، في دعم بعض السياسات والتوجهات في هذا المجال. شراء قطعة أرض أو منزل أو إيجار يعني منزل مهما كانت المساحة صغيرة، أصبح المواطن العراقي لا يستطيع القيام بهذا الأمر، وأصبح أمر صعب جدا بسبب غلاء المعيشة، بسبب الوضع الاقتصادي، ارتفاع الدولار، تفاصيل كثيرة، ارتفاع تكلفة البناء بصورة كبيرة. فهنا المواطن أصبح صعب جدا يحصل على هذه الأمور وتكون هي ملك نفسه وملك شخصي له. فأصبح هناك هو تجاوز على أراضي زراعية تم تجريفها بالكامل، تحويلها إلى أراضي أنه هي تكون نوعا ما سكنية. يعني من تروح لأي منطقة زراعية تشاهدها أصبح هناك تشابه بينها وبين المناطق السكنية اللي هي ملك خاص وبين هذه الأراضي الزراعية بسبب حداثة البناء بها، منظمة تخطيطها تمام، حتى الخدمات موجودة بها من تعبيد الطرق، من المجاري، من المياه، كلها متوفرة بها. وإن كانت هي ما وفرتها الدولة أيضا وفرها المواطن نفسه بسبب أنه يعني الاجتماع بينهم وبين العوائل الأخرى من أجل أنه يخدمون هذه المنطقة، وأصبحت مناطق موجودة على أرض الواقع، وأصبح المواطن أنه هو يستسهل الشراء بهذه الأراضي الزراعية، وأصبحت هي نوعا ما مناسبة لكل مواطن اللي هو من الطبقة الهشة والفقيرة الشراء وأيضا الاستثمار بهذه المناطق الزراعية. شاهدنا أن هذه المناطق الزراعية أيضا تحولت إلى نوعا ما مناطق تجارية، وأصبح بها يعني أسواق وتفاصيل كثيرة وعقارات وأمور يعني لا تعد ولا تحصى. هذا الوضع بما يخص الأراضي اللي هي تابعة لأشخاص، أيضا الأراضي التابعة للدولة تم التجاوز عليها من قبل المواطنين، وأصبحت أيضا هناك بناء يعني متفوق، وأيضا استطاع المواطن أنه يحصد له أرض مناسبة إله. وهذا المواطن هنا إحنا بعض الأحيان نلوم أنه المواطن يقول ما يصير هذه أموال دولة وهذا تجاوز على الدولة، لكن هنا المواطن يقول لك أنا مضطر أنه أشتري بهذا الجانب، مضطر انه انا احصل على سكن لان انا ما اقدر اجر، ما اقدر احصل على قطعه ارض بالاشياء السكنيه والملك الخاص، فلهذا انا اضطريت. من مبادرات الدوله الحاليه هي عملت على تمليك بعض الاراضي اللي هي تكون تابعه لها وبدون هدم او انه يتضرر المواطن من هذا الجانب، وهذه مبادره جميله، لكن حتى ما نساعد على تشجيع هذا الموضوع والتجاوزات تكون هي مستمره، لان احنا من نشوف انه اصبح اهمال مثلا من قبل الحكومه على المواطن بتوفير مثل ما ذكرنا ابسط حقوقه هو السكن، وابسط حقوقه انه هذه الخدمات البسيطه، لان هذه تؤدي الى مشاكل كثيره من ضمنها هو التجاوز على القانون والتجاوز على املاك الدوله وغيرها من التفاصيل. موضوع انه توفير السكن والمشاكل اللي يعاني منها هذا موجود مو فقط بالعراق، موجود بكل دول العالم. بعض الدول هي تكون هي فقيره، هي ما تحتوي على موارد وثروات مثل العراق، فطبيعي انه هي تعاني من شحة في الاموال وتكون هي ما موفرت لهم هذا السكن اللائق. لكن في العراق اذا جينا اخذنا هذا الموضوع على العراق، العراق بالعكس هو بلد غني، بلد يحتوي على ثروات عديده وكثيره، من حق المواطن انه هو يحمي نفسه
عائلته من حقه انه يعني يحصل على ابسط حقوقه اللي هي السكن والخدمات وتفاصيل كثيره. فيجب انه تكون هناك مبادره جميله، لان احنا شاهدنا هناك مبادرات عديده من الحكومه الحاليه بما يخص انه عمل على قيام بمجمعات سكنيه تكون هي مخصصه للطبقه الفقيره. طبعا راح نتعرف على هذه التفاصيل تباعا بحلقتنا لليوم، ابقوا معنا. طبعا العوائل العراقية في السابق كانت تعيش بمساحات واسعة بمنازل كبيرة تصل من 600 متر إلى 1000 متر فما فوق، وهذه المساحة وهذا المنزل بهذه المساحة الواسعة كان يعيش بها أفراد عديدين وأحفاد وتفاصيل كثيرة، وكانت يعني العيشة نوعا ما حلوة بهذه اللمة الكبيرة وبهذا البيت الواسع اللي تحديدا بما يخص بيت الجد أو الجدة اللي يكون هو واسع جدا، وبالتالي ايضا هو يلم العائله باكملها وتكون هذه الفرحه موجوده. لكن الان هذا الموضوع اختفى بسبب انه اصبح طلب على الاراضي والبيوت ذات المساحات العاليه بسبب انه الاستثمار، بسبب انه تحويلها هذه الى مناطق او تكون هذه المنازل تحديدا اذا كانت على الشارع العام انه هي تكون تجاريه، اصبح المواطن او العائله مضطره الى بيع هذا الملك بسبب الاسعار المبالغ بها، بسبب انه هذا الملك مثلا هذا البيت كان في السابق بسعر معين، اما الان يجيب له مليار فما فوق. يعني طبعا العائلة راح تفضل أن تبيعه وتحصل على هذا المليار وتفاصيل كثيرة. أصبح هناك تشريد لعوائل كثيرين بسبب هذه الظاهرة وهذه الحالة للأسف. أما بخصوص الأفرع والمناطق السكنية اللي تكون هي داخل البيوت داخل الأفرع اللي تكون أيضا بمساحات كبيرة، أصبح هناك يعني تجزئة هذه البيوت ذات المساحات الكبيرة إلى عملها لأكثر من سواء كان ثلاث بيوت أربع بيوت من أجل بيعها ومن أجل أن يستثمرون بها بما يخص البيع والشراء، وبسبب هذا الارتفاع المبالغ به بالأسعار. للأسف شاهدنا أنه أسعار المنازل الآن هي تتجاوز يعني مثلا بيت مساحته 50 متر بمنطقة راقية تصل هذا البيت إلى 200 مليون، اما اذا كانت منطقة متوسطة ايضا نشوفها انه هذا الى 150 مليون. يعني هذا الاسعار وهي 50 متر يعني جدا مبالغ بها، فعلا العائلة الفقيرة ما تقدر انه هي تشتري البيت. اما اذا جينا وتحدثنا عن تكون هي يعني هذه المنازل او اللي يريد شخص يفتح مشروع على الشارع العام ايضا ما يستطيع بسبب الارتفاع المبالغ به، لا يقدر يشتري محل ولا يقدر يأجر محل. اذا جينا حكينا عن الايجارات، فالايجارات هنا حدث بلا حرج، مواطن يقول لك والله انا ما اقدر اشتري يعني قاع او اشتري بيت فاضطر انه ااجر. من تجي تسمع عن الايجارات، الايجارات ايضا مبالغ بها بصوره لا توصف. يعني شنو انا ااجر بيت 50 متر او 60 متر بمناطق احدى المناطق اللي تكون هي نوعا ما راقيه يصل بها الايجار 60 متر الى مليون فما فوق. زين هنا العائلة شلون تقدر انه هي تأجر؟ وان كانت هي مناطق شعبية ايضا الايجار بها مرتفع جدا، 50 متر انا اجره ب 400 و500. يعني هنا احنا ناشد وايضا نوجه رسالة لكل من يشاهدنا والجهات المختصة انه ايجاد حل لمشكلة ارتفاع الاسعار المبالغ بها، ويجب انه احنا نجد حل ونحل هذه المشكلة بصورة كبيرة، بسبب انه ايضا هنا العوائل بدأت بسبب هذا الضيق ب 50 متر او 60 متر تعيش بها مثلا ثلاث عوائل. هنا أصبح ضغط يعني كبير، بالإضافة أنه إحنا من نقسم هذه البيوت أو المساحة مثلا 600 متر نقسمها إلى 4-5 بيوت، هنا أصبح ضغط على يعني الماء، ضغط على شبكة الكهرباء، على مجال الصرف الصحي. يعني هذه الأمور كلها أصبح ضغط عليها، أصبحت لا تستوعب الطاقة. ومثل ما ذكرنا نحن بنمو سكاني متزايد، يجب أن يكون هناك حل. حتى الحدائق الآن مثلا بيت مساحته كبيرة، عائلة تريد تطلع من بيت أهلها أكيد وتكون حياتها وتأسس حياتها وتكون مستقلة، نشاهد إنه هي ما تقدر
بالتالي الأهل شو يسوون؟ حتى الحدائق الآن اللي كانت يتمتع بها العراق، وهذه البيوت ذات المساحات الكبيرة وتتميز بحدائقها، أصبح هذه الحدائق أنه أيضا تحولت إلى أراضي وتجرفت وتم بناء بها منزل كامل. يقول لك عائلة والله أنا ابني وين أخلي، وين أودي في ظل هذا الارتفاع المبالغ به بالأسعار سواء شراء أو إيجار، فأني هاي الحديقة يقدر يستغلها ويبني بها. هنا أصبح الموضوع يعني يحتاج لوقفة حقيقية وجادة. ولهذا عندنا سؤال للجهات المختصة، كيف يقيمون ارتفاع أسعار المنازل سواء كانت شراء أو إيجار، وهل هناك حل يحد من هذه الأزمة ويقدر أنه هو يوصل رسالة للمواطنين وأصحاب الملك اللي يبالغون بارتفاع وطلب أسعار جدا عالية؟ نشوف جواب احنا وياكم وراجعين. حقيقة يعود الجذر التاريخي لهذه الأزمة لسبعينيات القرن الماضي، حيث وجدت نسبة العجز إلى نسبة النمو في الوحدات السكنية، نسبة النمو في الأعداد السكانية تقدر ب 20% سنة 1977، وزادت هذه النسبة سنة 1987 إلى أكثر من 32% تقريبا، وأيضا ارتفعت النسبة إلى 42.6% سنة 1997، وبعد سنة 2007 أصبحت النسبة تقدر ب 60% أو أكثر. نلاحظ هذا التزايد في النسب لعدة أسباب، وأهمها هي قضية الهجرة من الريف للمدينة بسبب التداعيات السياسية وتأثيرات الاقتصادية على مر العقود، والإهمال من قبل المؤسسات المختصة في هذا الشأن أدى إلى تركز السكان في مراكز المدن الحضرية وإفراغ المناطق الريفية من ساكنيها. قضية أخرى، الزيادة المضطردة في أعداد السكان وتقدر من 2.5 إلى 3% تقريبا سنويا، وهذه يعد العراق من البلدان التي ذات النمو السكاني السريع. موضوع آخر هي التداعيات الاقتصادية بسبب الحروب وتأثيراتها على الوضع الاقتصادي للبلاد، متمثلة بالحرب العراقية الإيرانية وبعدها اجتياح الكويت والحصار الاقتصادي الأمريكي. طبعا احنا نعرف خلال سنوات الحروب تتركز مجهودات الدولة للمجهود الحربي وتهمل مجموعة قطاعات، وعندنا قطاع الإسكان نال الحظ الأوفر من هذا الإهمال. بعدها تلتها الاضطرابات السياسية والأمنية بعد 2003 وتداعياتها على الملف الاقتصادي بصورة مباشرة، إضافة إلى الإهمال المتعمد وغير المتعمد من قبل الحكومات المتعاقبة خلال هذه الفترة، وطأة الفساد الإداري والمالي. طبعا جعلت الوحدات السكنية ترتفع ارتفاع جنوني، وصارت أسعارها خيالية في بعض الأحياء السكنية تضاهي الأسعار لمراكز المدن العالمية رغم افتقارها للخدمات، مما جعل الطلب الزائد على الوحدة السكنية وأدى إلى حدوث شطر في أصل الوحدة السكنية إلى أكثر من دارين أو 6 دور، يعني كانت بالأصل دار 200 متر تصير 4 دور مثلا وهكذا. وهذا الشطر طبعا إلى تداعيات بيئية وصحية، ويثقل على التصميم الأساسي للبنية التحتية للأحياء الموجودة، ويصير سوء خدمات، بالتالي تكون خدمات رديئة وتأثيرات أخرى. هذا طبعا الأزمة أيضا أدت إلى زحف السكان باتجاه المناطق الخضراء، وأنشأت عندنا أحياء عشوائية اللي تسمى المناطق العشوائية الآن، وهذه المناطق معروف عنها هي تفتقر إلى الخدمات الأساسية، وبالتالي هي أيضا إلها تداعيات بيئية واجتماعية وصحية وأمنية. فهذه يعني هذه الأزمة هي بدت تزداد سنويا، أصبح عندنا عجز ما يقدر ب 5 مليون وحدة سكنية، إضافة إلى احتياجنا السنوي الآن من 200 إلى 250 ألف وحدة سكنية، باعتبار عندنا زيادة سكانية من 1 مليون إلى 1.25 مليون حسب إحصائيات وزارة التخطيط. طبعا هذه الأزمة لا يمكن السيطرة عليها من خلال الموازنة العامة للدولة أو الخزينة،
هذا، ويعني اغلب دول العالم انه ما متمكن انه ما قدرت تتغلب عليها، تغلبت على هذه الأزمة وحلت هذه المشكلة من خلال الاستثمار. يمكن حل مشكلة السكن في العراق عن طريق أيضا إشراك القطاع الخاص عن طريق الاستثمار بصورة مباشرة، ويكون إلى دور كبير. وإحنا نعرف قطاع الإسكان هو رأس قاطرة يجر مجموعة من القاطرات، ممكن أن يؤدي إلى نهضة اقتصادية وطفرة اقتصادية في واقع الاقتصاد العراقي. طبعا يكون من خلال خطة إسكانية مستمرة ومستقرة، وليس من خلال مبادرات وما شابهها اللي تقوم بها بعض الآن المؤسسات المصرفية اللي هي من القطاع العام أو القطاع الخاص، من خلال فوائد، فترات تقسيط بسنوات قليلة، القسط المرتفع اللي يثقل كاهل المواطن وغير قادر أن يتبنى أو يستطيع أن يحصل على الوحدة السكنية. طبعا إجراء بعض نحتاج إلى إجراء بعض التعديلات على قانون الاستثمار، الغرض منها حصر بيع الوحدات السكنية بالطبقة المحدودة الدخل، لأن نعرف إحنا من يقام مشروع استثماري يكون من حصة المضاربين بهذا المجال، ويكون الطبقة المحدودة الدخل واللي هي تفتقر إلى السكن غير قادرة على الحصول على وحدة سكنية أو الحصول على جزء من وحدة سكنية، أو حتى أحيانا أنه إذا يريد يحصل على إيجار ما يقدر يحصل، لأن أسعارها عليها طلب متزايد وأسعارها مرتفعة جدا، ويعني شوية ضوابط ما جاي تحمي الطبقة محدودة الدخل في الحصول على الوحدة السكنية، وهناك أسباب أخرى والمقام يطول. من النقاط المهمة التي يجب أن نذكرها بحلقتنا لهذا اليوم من برنامج ليش لا هو انتشار الواسع للمجمعات السكنية في العراق وتحديداً في بغداد، على أساس أن هذه المجمعات السكنية وجدت لتحل أزمة السكن، وأنه هي توفر السكن للعوائل العراقية بسبب أنه هناك مشاكل كثيرة يعاني منها المواطن وعدم إيجاد سكن له ولعائلته، فعلى أساس وجدت هذه المجمعات السكنية حتى تحل هذه المشكلة. لكن هل فعلاً هي حلت المشكلة؟ مواطنون كثيرون يقولون أن هذه المجمعات السكنية لا نستطيع الشراء بها بسبب أن هذه المجمعات السكنية هي أسعارها مبالغ بها بطريقة لا توصف. أصبحت هذه المجمعات السكنية والشقة بهذا المجمع السكني أنه يكون هو أغلى من البيت العادي، بالتالي أنه أي عائلة ما تقدر انه هي تشتري هذه الشقة بأحد المجمعات السكنية الموجودة بالعراق. وأصبح انه هذه المجمعات السكنية هي تم توفيرها للطبقة الراقية، للطبقة اللي هي تمتلك مثلا سواء راتب يكون راتب عالي جدا بصفة مدير وغيره، اللي عنده أملاك، اللي يشتغل بالعقارات، يعني هذه الأمور اللي يقدر يشتري، أو الأشخاص اللي يقدرون يشترون بهذه المجمعات السكنية. للأسف هذه المجمعات السكنية اللي طاها الحق انه هي تفرض هذه الاسعار هو وجودها بمركز العاصمة بغداد، موجودة بوسط العاصمة. شاهدنا مثلا المجمع الموجود امام مثلا الزهزوراء اللي على شارع مطار المثنى، البيع السيدية، هذه المجمعات الموجودة يعني بصورة كبيرة وبمساحات كبيرة ايضا وباسعار لا تعد ولا تحصى. المشكلة وين؟ المشكلة انه احنا دا نشاهد تمركز هذه المجمعات مثل ما ذكرنا بوسط العاصمة. احنا الجهات المختصة سواء امانة بغداد وغيرها دا تعطي موافقات بانه يتم انشاء هذا المجمع السكني، فقط يعني اللي دا نلاحظه احنا انه فقط بوسط العاصمة. ليش ما يتم اعطاء هذا الاستثمار او هذه الارض اللي تكون هي على يعني الاطراف بغداد حتى تنتعش هذه المناطق الموجودة بالاطراف، حتى تقدر العوائل انه هي تزحف وتعيش بهذه المناطق؟ بسبب وجود هذه المجمعات اللي تمركزها فقط بوسط العاصمة، العاصمة دا تنضغط بعد اكثر، ودا نلاحظ هناك يعني اختناقات مرورية وازدحامات، والمنازل يعني اصبح هناك يعني مثل على قولت اهلنا انه هناك
الدوشة وهذه الضوضاء الموجودة في الشوارع بكل مكان. يعني أنت قاعد ببيتك وأنت تسمع هذه الضوضاء، وبسبب مثل ما ذكرنا قبل قليل أنه البيت واحد سواء حتى وكان 50 متر وبأكثر من عائلة ما تقدر أنه أنت ترتاح ببيتك. فهذه مشكلة كبيرة أنه إحنا ليش منوجه هذا الاستثمار ونطي هذا الاستثمار، لأن حسب مختصين أنه هذا المجمع هو يعني منح لمستثمر، وهذا المستثمر إلى حق أنه هو يفرض السعر اللي يريده. للأسف ماكو هناك تحديد لأسعار أو يكون هناك رنج معين للأسعار حتى تقدر العوائل العراقية وحتى الطبقة المتوسطة أنه ما تقدر تشتري هناك، فماكو رنج معين حتى أنه إحنا نحدده ونقدر أنه نحل هذه الأزمة. فالحل ممكن حسب مختصين أنه ليش ما يكون هناك مجمعات وتمنح لأطراف بغداد حتى أنه إحنا نقدر نفعل هذه المنطقة، تكون هناك مدن صناعية نحيي هذه المنطقة، بالتالي تكون أسعارها جد يعني نوعا ما مناسبة. لأن الشقق الآن تتراوح تقريبا موجودة يعني في العراق وتحديدا في وسط العاصمة، أسعار الشقة تتراوح من 300 إلى 400 500 600 مليون، وهذا كل مجمع حسب إطلالته وحسب مساحة المجمع ومساحة الشقة الموجودة به وتفاصيل كثيرة. فأكيد المواطن العراقي والفقير ما يقدر يشتري. فلهذا مشاهدينا الكرام نشاهد أنه الاستثمار ده يكون فقط من الشخصيات اللي هي تحاول أنه هي تستثمر بالمجمعات السكنية. فنقول ليش ما الدولة تستثمر بأراضيها وتستثمر بطريقة معينة وتوفر أراضي وتوفر يعني قطع وتوفر أيضا منازل تكون ومجمعات سكنية بشقق معينة وتكون مناسبة للمواطن. لأن كثير من الدول تلاحظ انه يعملون على موضوع المجمع هذا اللي يكون هو سكن ومجمع يكون هو متوفر للمواطن، يكون يعني ايجار رمزي او يكون هو شراء بامور رمزيه وتفاصيل كثيره. هذه يساعدون الطبقه الفقيره وايضا حتى يتخلصون من عناء الايجار وتفاصيل عديده. اذا احنا سمعنا بالفتره الاخيره هناك مبادره من قبل حكومتنا الحاليه على موضوع المجمعات السكنيه وانشاء مجمعات سكنيه هي تكون للطبقة الهشة والطبقة الفقيرة من أجل أنه يحلون هذه الأزمة، من أجل أنه يرفعون بحال المواطن العراقي اللي ذات الطبقة المتوسطة والفقيرة والهشة. إذن السؤال هنا نريد نعرف ما فائدة المجمعات السكنية؟ هل فعلا هي حلت أزمة السكن؟ وشنو تعليقكم على موضوع المجمعات السكنية والمبادرة اللي موجودة الآن اللي حسب حكومتنا الحالية أنه هناك توفير مجمعات سكنية، هل فعلا هذا الموضوع موجود أو لا؟ تفاصيل كثيرة أكيد نتعرف عليها من ضيفنا الكريم من شاهد. أزمة السكن هي أزمة قديمة جديدة، اليوم العراق يعاني من أزمة، نعم هي أزمة السكن. اليوم عندنا فجوة تقدر بحدود 3 مليون وحدة سكنية بحاجة إلى توفيرها. المجمعات السكنية الاستثمارية طبعا بالحقيقة نعم هي تضيف شيء بسيط إلى الرصيد السكني الحالي، لكن بحكم الأسعار التي تباع بها هذه الشقق بالتالي ما راح تقدر الفئات الهشة والضعيفة من المجتمع اللي هي الفئات المتوسطة والفقيرة من أن تقتني وحدة سكنية في هذه المجمعات. هذه المجمعات يتم تنفيذها عن طريق هيئة الاستثمار الوطني، وبالتالي تخضع إلى القوى والمضاربات السوق وقوى العرض والطلب، وهي بالحقيقة سبب أساسي في ارتفاع هذه أسعار أو أقيام الوحدات السكنية في هذه المجمعات السكنية. اليوم المستثمر ده يأخذ الأرض من هيئة الاستثمار الوطنية وده يبني وحدات سكنية، وله نوعا ما مطلق الحرية ببيع الوحدات السكنية بالأسعار التي يروم بيع هذه الوحدات السكنية. نعم، فيما يخص وزارة العمارة والسكان وقدر تعلق الأمر بها باعتبارها الجهة أو الوزارة القطاعية الوحيدة المعنية بدعم وتطوير قطاع الإسكان في العراق، الوزارة وقدر تعلق الأمر بها بالبرنامج الحكومي الحالي شرعت بالحقيقة بإعداد المدن السكنية المستدامة. أنجزنا ما يقارب التصاميم الأساسية لعشرين مدينة سكنية، تم الإعلان عنها عن خمس مدن. الخمس المدن اللي أعلننا عليها هي مدينة في مدينة محافظة بغداد، مدينة الجواهري في أبو غريب بالتحديد، وضفاف كربلاء في محافظة كربلاء المقدسة، والجنائن الجديدة في محافظة بابل، ومدينة الغزلان في الموصل، إضافة إلى مدينة الفلوجة الجديدة في محافظة الأنبار.
ذهبت إلى الإعلان تقريبا قبل حوالي شهر إلى 3 أشهر، وتم تقديم عدد من المطورين إلها، والوزارة الآن في مرحلة تحليل العطاءات ودخول المفاوضات مع الشركات. الشركات اللي تقدمت ضمن هذه هي شركات عراقية رصينة، إضافة إلى شركات أجنبية لتنفيذ هذه المدن السكنية. هذه المدن السكنية هي مدن متكاملة، هي ليست مجمعات، هي مدن سكنية متكاملة. اليوم الدولة تستهدف إنشاء مجمعات، أو عفوا مدن سكنية تتكامل فيها كافة استعمالات الأرض الحضرية، ولا نستهدف إقامة فقط مجمعات سكنية وما يسمى بمدن أو بمدن المبيت. الهدف منها هي توفير الوحدات السكنية للفئات المتوسطة والضعيفة أو الهشة من المجتمع بأسعار مدعومة من قبل الدولة. اليوم الوزارة فرضت على هذه الشركات أن تعطي نسب من الوحدات السكنية مجانا إلى الدولة، إضافة لإعطاء نسبة من الأرض مجانا، أراضي سكنية مخدومة خدمة كاملة بالشوارع والأرصفة. المرحلة الأولى من هذه المدن الخمسة إن شاء الله ستدعم وتوفر الرصيد السكني بما يقارب 200,000 وحدة سكنية. إن شاء الله نجني ثمار هذه العدد الكبير بالحقيقة من الوحدات السكنية في خلال بحدود من سنة إلى سنة ونص من تاريخ توقيع العقود مع هذه الشركات وإعطائها الإجازات الاستثمارية لغرض المباشرة في هذه المدن. اليوم الوزارة تتابع هذا الموضوع بالحقيقة باجتماعات يمكن أقدر أقول شبه يومية، بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات القطاعية ذات العلاقة من أمانة بغداد وهيئة الاستثمار ودائرة عقارات الدولة وباقي الوزارات المتجحفلة في هذا الموضوع. إضافة إلى أنه لدينا دائرة الإسكان في الوزارة لديها عدد من المجمعات السكنية، فقد أنجزت 23 مجمع سكني، هذا ضاف بالحقيقة حوالي 12,000 وحدة سكنية. أيضا لدينا مشاريع مستمرة بحدود 15 مجمع سكني موزعة على عدد من المحافظات الوسطى والجنوبية، هذا أيضا سيتم إضافة بحدود 8,000 وحدة سكنية إلى الرصيد السكني. أيضا لدينا صندوق الإسكان يعطي قروض بحدود من 2000 إلى 3000 قرض شهريا، هذا أيضا يدعم قطاع الإسكان، ونحن ماضون بدعم وتطوير قطاع الإسكان في العراق، ونتحمل وبصراحة نتشرف أن نتحمل هذه المسؤولية لأنها صلب تخصص عمل وزارتنا. وشكرا جزيلا لكم. إذا مشاهدينا الأكارم، قبل ما نختم حلقتنا لليوم يجب أن نركز ببعض النقاط المهمة اللي حصدناها من حلقتنا لليوم. يجب أولا تفعيل دور النظام المصرفي بما يخص الرهان والقروض، يعني بطريقة تتناسب مع ارتفاع الأسعار المبالغ به مثل ما ذكرنا. ثانيا يجب تفعيل قانون معالجة أزمة السكن، وثالثا وأخيرا يجب أن توفير المجمعات السكنية بما يخص الطبقة الفقيرة والهشة توفيرها بأسرع وقت ممكن حتى نقدر أنه ننقذ هذه العوائل الفقيرة ونوفر لها أمن ومكان مناسب لها ولعائلتها، وتحديدا نحن جايين فترة الشتاء ويكون هذا الشتاء في العراق بارد جدا. فنتمنى السلامة ونتمنى أنه الله يرزق جميع أمة محمد وكل من يشاهدنا. إذا بحقنا لهذا اليوم من ليش لا وصلنا إلى ختامها، تقبلوا تحياتي وتحيات الكادر، إلى اللقاء.